خرفيه رفع راسي حبيبي رايش، رفع راسي أحمد ابني بالزغاريد وبمعنويات عالية. ودعت والدة الشهيد أحمد مناصر 26 عاما نجلها الذي أعدم على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، عندما هب لمساعدة ونجدة أسرة بأكملها استهدفت بالرصاص الحي عند مدخل مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، لينقل إلى المستشفى مصابا بثماني رصاصات مزقت جسده قبل أن يعلن الأطباء استشهاده. وفي جنازة عسكرية نقل الشهيد إلى مسقط رأسه في بلدة واد فوكين ليوارى الثرى وسط صيحات من الغضب والتنديد بجرائم الاحتلال. يا حبيبي يا أحمد، الله يرضى عليك ويكللك بالرضا يا نور عيني. انت فدا فلسطين، فداها لفلسطين، وكلنا فداك يا فلسطين. زفوا الشهيد وخلوا الزفة عالسنة، الله الله. زفوا الشهيد البيت التاني في الجنة. حالة من عدم الاستقرار تشهدها مدن الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين بعد استشهاد 4 فلسطينيين، الأمر الذي دعا حركة فتح إلى المطالبة بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال بمشاركة جميع الفصائل وعدم الصمت على جرائم الاحتلال اليومية. أعتقد هذا أسلوب تعودنا عليه من الاحتلال، استخدام الدم الفلسطيني كأحد أدوات دعايته الانتخابية. أنا باعتقادي ما تقدم به الشهيد عمر أبو ليلى كان موجعا لدولة الاحتلال، وهذا هو النهج الذي يجب أن يتم اتخاذه. وشهدت مدينة بيت لحم إضرابا شمل مناحي الحياة كافة بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي، حدادا على أرواح الشهداء واحتجاجا على زيادة وتيرة الاعتداءات والإعدامات الأخيرة التي ينفذها جنود الاحتلال والمستوطنون الذين يمارسون أعمال العربدة في مختلف قرى ومدن الضفة الغربية. تصعيد إسرائيلي واضح من خلال إطلاق النار على الفلسطينيين وإعدامهم بدم بارد، فلا رقيب ولا حسيب يوقف جنود الاحتلال عن جرائمهم المتكررة بحق المواطنين. رائد الشريف الغد، بيت لحم، فلسطين.